حقيقي ده فوكس ولا انت شايف ايه؟ لا حقيقي طبعا. حقيقي. لو في حاجه اقول. لا لا لو في حاجه اقول على طول. اه طب قول الو. بلاش محمد. مين؟ الو مين؟ قول مين؟ مين بيتكلم اهو؟ طب هو مش عايز يرد. مش عايز يرد؟ ثانية كده. مين ده؟ طب علي صوتك. الو؟ ايه يا ابني؟ مين ده؟ ده ياسر حميد. ده حميد ده؟ الشيك مش عايز ترد عليا ولا ايه؟ هو جه حاول لصاحبك فقول له يرد مش سهل. المهم انا ما خليتش محمد هو اللي يرد علشان اشوف فوكس هيفهم هيعرفك ولا لا ما عرفكش. ما تفهمش ده يا كابتن. ازيك يا حميد اخبارك ايه يا حبيبي؟ سلام وحشنا والله. عامل ايه كله تمام؟ زي الفل والله الحمد لله. الف مبروك موسم اكثر من رائع 4 بطولات من 6 بطولات ولكن اعتقد ان انتوا السنه دي عاملين موسم حميد من افضل المواسم في السنوات الاخيره. لا في الاول طبعا برحب بيكم وبرحب بميحه وفوكس حبايب يعني. ثاني حاجه الله يبارك فيك. طبعا موسم الحمد لله كويس قوي. انا فاكر يعني الموسم اللي فات كنت جيت مع حضرتك بعد السوبر الاخير. مظبوط. نتكلم في كنا واخدين سداسيه وقلنا ان شاء الله الموسم الجاي يبقى افضل. وقدرنا الحمد لله نعمل رباعيه ونطمح بقى الفتره الجايه ان شاء الله يعني ناخد اكبر عدد بطولات ممكن ان شاء الله. انا لسه كنت بسال ميحه على الـ على الـ على السؤال ده انه حراس المرمى كان لهم دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي في وقت كنت اصابتك وبعد كده رجعت تلعب محمد نفس الكلام بيلعب شويه وانت تلعب شويه وبقيه الناس تلعب شويه شايف الوضع ده ازاي في ظل ان انتوا دايما بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بطولات كثيره جدا؟ لا طبعا يعني انا شايف ان فكره المنافسه دي حاجه صحيه جدا لينا كلنا يعني احنا الحمد لله كجوان يعني احنا الثلاثه انا وميحه وطه مستوانا قريب واللي بيلعب يعني الحمد لله بيأدي بشكل كويس جدا بيشيل الفرقه. مين احسن واحد فيكم؟ مين ايه؟ احسن واحد فيكم؟ هما الاثنين والله. طب اسال فوكس؟ اسال فوكس بس هيقول لك برضه هما الاثنين. ميحه. ميحه عشان هو اللي قاعد جنبه. خلي بالك ده بيقول لي ايه ده اطول مني فكابتن ونبي بالراحه يعني. اتفضل يا لا والله زي ما بقول لك استسلام ف يعني دي حاجه بقول لك صحيه جدا ان احنا نبقى كلنا الحمد لله يعني جوان كويسه وكمان يعني كله بيشيل بعضه الاثنين اللي موجودين بيشيلوا بعض صحيح. يعني بيشيلوا بعض وحتى اللي ما بيبقاش موجود بيبقى مع الاثنين اللي جوه فدي حاجه برده كويسه جدا يعني جوه النادي ان شاء الله. السنه اللي قبل اللي فاتت 3 بطولات السنه اللي فاتت 4 هل من الممكن ان احنا نصل للخمسه وسته واحتمال كمان يبقى فيه ميدالية في كأس العالم للأندية ولا أنت شايف إن الموضوع صعب؟ لا يعني الموضوع مش صعب، إحنا الموسم اللي فات ده خسرنا بطولتين كأس مصر وكأس الكؤوس كانوا برضه في المتناول. كنا نقدر ناخدهم فحاسس لا إحنا ممكن إن شاء الله السنة الجاية نحقق أكتر ونقدر ناخد خماسية أو سداسية. وليه لا يعني نحقق إن شاء الله كمان ميدالية في السوبر جلوب بس الورقه تخدمنا شويه بس لان احنا المره اللي فاتت زي ما ميحا قال احنا كنا مع برشلونه كان واحد بس مننا اللي هيصعد مربع ذهبي كان الموضوع صعب جدا. لو انت لعبت مع حد من اوروبا غير برشلونه تقدر يعني ممكن تقدر تخطف الماتش. دور جماهير النادي الاهلي معاكم في الاربع بطولات دول اعتقد لهم دور كبير جدا يا حميد. طبعا احنا شفنا الدعم الصراحه بالذات السنه دي خصوصا بعد ما بدانا نكسب لان احنا قبل السنتين اللي فاتوا كان الزمالك تقريبا بياخد بطولات اكتر مننا او كان يعني كان الزمالك دايما بيبقى اقرب للبطولات مننا وكانت الجماهير صابره علينا ودي حاجه اعتقد هي السبب اللي احنا فيه دلوقتي ان هم الناس دي ما يعني ما وقفت في ظهرنا ما داسوش علينا بالعكس هم كانوا بيدعمونا وكانوا في ظهرنا فاكيد يعني في اي لعبه جوه النادي الاهلي دايما تحس ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد فعلا. واحنا شفنا ده بعينينا بقول لك لما كسبنا الموضوع طبعا اختلف يعني. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق والسنه الجايه تبقى خماسيه او سداسيه وميداليه ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم حميد واحد من افضل حراس المرمى اللي موجودين في مصر بجانب زملائه بقى عشان برضو ما نبقاش بنخبط صح كده؟